مساء الفل عليكم مشاهدينا وعلى كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي من كل مكان، خاصة جمهور النادي الأهلي. امبارح اتكلمنا معاكم عن أزمة وضع كرة القدم والمشاكل الكتيرة اللي على الساحة، علشان وأخيرا نشوف تحرك من اتحاد الكرة وقرارات مهمة جدا وحاسمة على أمل التنفيذ السريع، ونحط 100 خط تحت كلمة السريع، لأن لازم الكل بجد يعرف إن في قانون وهيمشي على الكل، واللي بيغلط طبعا لازم يتحاسب. مساء الفل عليكم، مساء الفل بيكي هنوده، واهلا بيكم كده كلنا كده في حلقه جديده ان شاء الله من برنامج الحديث. مساء الفل يا روح. غير القرارات اللي هنتكلم عنها واليوم السعيد، انا عايزه ابسط انه احنا النهارده الواننا مختلفه الحمد لله. لا لا لا، انا امبارح اتفرجت على الحلقه اخضر واورنج. بنعتذر يا جماعه، بنعتذر عن المهرجان اللي كان حاصل، كان في مهرجان الوان امبارح. الحمد لله النهارده الحمد لله، بس الازرق يليق بيكي. شكرا، بعرف ارداكم شكرا. نبدا اهلا بيك حبيبه قلبي، واهلا بكل اللي بيتفرجوا علينا من كل مكان وبالاخص جمهور الاهلي. بالفعل كانت امبارح زي ما انت قلتي قرارات مهمه عشان يترد قيمه الكوره المصريه وكل المسؤولين، وبنتمنى الحقيقه انها تتنفذ بسرعه ونشوف عقوبات من لجنه الانضباط. وهنتكلم اكتر النهارده في حلقتنا عن الموضوع وحاجات تانيه كتير، بس خلونا كده نبدا حلقتنا ونروح نشوف معانا اخبار ايه النهارده في السريع ونرجع لكم. أول خبر معانا النهارده هيكون عن استعدادات الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الأربعاء اللي جاي ضمن منافسات الجولة الأولى في كأس العالم للأندية بالمغرب. والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة استلم الكرات الخاصة بالبطولة من الفيفا واللجنة المنظمة، واللاعبين خاضوا تدريباتهم امبارح على ملعب سانيير رمل باستاد تطوان، وشهدت حالة الطقس طبعا أمطار غزيرة زي ما شفنا. الأجواء هناك كده كأنها أجواء أوروبية كأس عالم بقى، يعني كان نفسنا بصراحة نبقى هناك الصراحة. احنا متفائلين طبعا بوجود البطولة في المغرب، واللاعبين كلهم عندهم إصرار، ودينا شفنا مروان عطية صرح امبارح وقال إنه بيحلم بإنجاز مع الأهلي، وأيمن أشرف قال إن مشاعرهم ما تختلفش كتير عن مشاعرنا كجماهير، وهدفهم الأول إنجاز جديد وطبعا فرحة النادي الأهلي، فإن شاء الله نحقق إنجاز جديد فعلا يضيف لتاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية بإذن الله. أميرة نحقق ده، وإن شاء الله مشوار الأهلي يكلل ببطولة ونجاح زي ما الأهلي معودنا دايما. نروح بقى لتاني أخبارنا، وهو خبر مهم جدا، بيان اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام، واللي قال فيه مجموعة قرارات مهمة بعد الاجتماع الطارئ بالاتحاد. أهم القرارات دي كانت عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها، ثانيا إيقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد إلى لجنة الانضباط، مع احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد حال استمرار تلك التجاوزات، ثالثا مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام بشأن تجاوزات قناة نادي الزمالك، رابعا تسوية مستحقات كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق بعد الموافقة على استقالته، خامسا عرض مجموعة من السير الذاتية لخبراء تحكيم أجانب وجاري تفاوض معهم، سادسا تسوية مستحقات كيروش مدرب المنتخب الوطني السابق، وأخيرا عقد مؤتمر صحفي لعرض الرؤية الحالية والمستقبلية لمجلس اتحاد الكورة للنهوض بكرة القدم في السنين اللي جاية. بالظبط، كان لازم يحصل حقيقي تحرك من اتحاد الكرة ويبقى فيه حد لكل اللي بيحصل، ونتمنى اننا نشوف تطور حقيقي في كرة القدم في مصر ويكون فيه تحرك فعلي من كل الجهات. ثالث خبر معانا عن منتخب مصر لكرة اليد وبطولة كأس العالم، واللي حققنا فيه المركز السابع بعد فوزنا على المنتخب المجري بنتيجة 36-35 بعد الوقت الإضافي من المباراة، وجي في المركز الخامس المنتخب الألماني ومن بعده المنتخب النرويجي. حقيقة هارد لك لرجالتنا، عملتوا اللي عليكم، إن شاء الله نعوض السنة الجديدة أو في السنة الجاية ونقدر إن احنا نحقق إنجاز أكبر في البطولة. نروح بقى لآخر أخبارنا، وهو وداع فريق ليفربول لمنافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وده بعد خسارته من فريق برايتون بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي جمعتهم امبارح في الدور الرابع من البطولة، علشان تيجي الخسارة دي وتزيد من محنة الفريق اللي بيعاني من بداية الموسم، فاحنا بنشوفه النهارده في المركز التاسع بالدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة. الموضوع فيه كلام كتير وخصوصا عن محمد صلاح، إيه اللي هيحصل معاه؟ هنتكلم في ده في حلقات جاية إن شاء الله، بس خلونا دلوقتي نروح للجزء الثاني من فقرتنا وهو تعليق في صورة.
الصوره اللي معانا النهارده هي لحظه تسليم المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس لجنه الاعداد لكاس العالم للانديه نيابه عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي شهاده توثيق مشاركه الاهلي للمره الثامنه في البطوله، وده كان من وفد الفيفا واللجنه المنظمه. والحقيقه دي صوره كفيله لوحدها تخليك كمشجع اهلاوي تحس بالفخر وتعرف ان النادي الاهلي مشرف الكوره المصريه قدام العالم كله وفي حته ثانيه فعلا. النادي الاهلي ما يتقارنش بحد، دي حقيقه بنقولها بالارقام، بنقولها بمنظر زي اللي احنا شايفينه على الشاشه ده. بالظبط هندي، حقيقه فعلا. وكمان كان في اجتماع مهم مع اللجنه المنظمه لبطوله كاس العالم للانديه وتناقش فيها بعض التعليمات الاداريه والفنيه والتنظيميه للبطوله، وتعرض على الاهلي كل المستجدات التنظيميه ولوائح البطوله، وكان في كلمه ترحيبيه خاصه من رئيس الفيفا انفانتينو لبعثه الاهلي وتهنئته على المشاركه للمره الثامنه في تاريخ النادي. وكمان شفنا جلسه التصوير الرسميه للاعبين من الفيفا واللي ظهروا فيها بالزي الرسمي اللي بيشارك بالأهلي في البطولة. طريقة الاستقبال والتعامل مع الأهلي بصراحة طريقة مشرفة، أكبر دليل يقول لك قد إيه إن الأهلي نادي مهم ويعتبر أهم نادي على الساحة الرياضية في أفريقيا والشرق الأوسط كله، فحاجة مشرفة وكان شكلهم بصراحة يفرح. للأسف خلصت فقرتنا، نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا. استنونا، رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا. وصلنا دلوقتي لفقرة المناورة. الحقيقه بما اننا لسه خارجين من موسم امتحانات الفصل الدراسي الاول، ويمكن لسه في ناس مكمله وما خلصتش، بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق ويخلصوا على خير. بس الحقيقه من متابعتنا لجروبات الامهات سواء على السوشيال ميديا او من حوالينا، لقينا ان في مشكله مشتركه بيعانوا منها كلهم، وهي الولد اللي مش عايز يذاكر او بنتي عندها امتحان بكره وقاعده بتلعب، وانهم بيقعدوا يجروا وراهم عشان يذاكروا ويهتموا بالامتحانات. طبعا انت اكتر واحده عارفه، انت عندك حسن ما شاء الله ما شاء الله حبيب قلبي. في الحقيقه انه ده اميره خلانا نسال نفسنا ليه الاطفال دي بقى عندهم حاله من اللامبالاه في المذاكره والامتحانات. ده هيوصل الطلاب والاب والام لفين؟ اسئله مهمه يعني اكيد. ليه بقى؟ ليه بقى؟ انا عايزه اعرف ليه؟ الصراحه المشكله دي بتعاني منها كل ام في فتره الامتحانات وقبلها وبعدها كمان. عندكم انا مثلا اهو ام والله وعايشه الحاله دي، وعايزه اقول لك مفيش طالب صغير او كبير من وجهه نظري بيحب المذاكره وتوتر الامتحانات، ده طبيعي. لكن الحقيقه حال الولاد اتغير كتير جدا. يعني انا افتكر زمان ان شاء الله على ايامنا كده كان عندنا احساس بالمسؤوليه تجاه اهلنا ومدرستنا، والامتحانات كان ليها هيبه كده بجد، ما كناش بننام صبح ولا ليل. يعني انا امي الله يرحمها كانت تقعد تقول لي يا بنتي كفايه مذاكره، قفاكي هيتعبك من كتر المذاكره. بجد بجد دلوقتي الاولاد بقوا بيستهزأوا اصلا بفكره الامتحانات، كل حاجه بالنسبه لهم بقت سهله وبسيطه، لدرجه انهم بقوا مثلا يقول لك هو ايه اللي هيحصل يعني لو ما روحتش الامتحان مثلا عادي، يعني لو ما جبتش درجه حلوه ايه اللي هيحصل. في الحقيقه لازم الاهالي والمدارس بكل انواعها يبقوا مدركين المشكله دي، لانها بجد ممكن في النهايه توصلنا لمرحله خطر جدا. يعني انا من ضمن المشاكل الهند اللي انا بواجهها في حياتي ان يبقى الامتحان بكره، والله بكره. يعني ابني يعني واحد من ولادي، يعني عشان ما اظلمش برضه في واحد بيذاكر قوي، في واحد ما بيذاكرش. ليه يا حبيب ماما ما بتذاكرش؟ هذاكر، هو اليوم خلص ان شاء الله بقى. هو اليوم خلص. فدي حاجه انا بجد مش قادره افهمها، يعني ايه اهتماماتهم في الحياه يا رب. نسيب الحلقه بقى ونقعد نشوف حسن شكلي يا جماعه، انا عندي مشاكل محتاجه حد يعني. ايه اهتماماته في الحياه؟ يعني ايه اللي يخليه مش عايز يذاكر؟ مش عايز، ما عندوش هدف تقريبا. ليه؟ احنا هنعرف فضلي. ده هنعرف. انا عايزه احلل هنحلها ان شاء الله يا استاذه اميره. لكن احنا برضو خلينا نقول ان احنا ما ينفعش نلوم الطالب لوحده طبعا، خصوصا ان بقى في ملهيات كتير قدامهم بيفكروا فيها قبل المدرسه والمذاكره والامتحانات، زي مثلا يا اميره الموبايل، التابلت، الفيديو جيمز، عندهم عوامل كتير قادره ان هي تشتتهم وتلفت انتباههم. في نفس الوقت مش هيكون في حل واقعي وعملي ان احنا نمنع الحاجات دي عنهم، لان احنا في عصر التكنولوجيا. يعني خلينا نقول انه في اصلا امتحانات بتكون على التابلت، التكنولوجيا موجوده في حياتنا ومعتمدين عليها في كل حاجه. عشان كده لازم نفكر في طرق جديده، طرق جديده مش تقليديه، نحب بيها او نحبب ولادنا في المذاكره والتعليم، وان مش لازم يعني
مش لازم يحبها. يعني انا شايفه ان انت مش لازم تحب المذاكره، انت لازم تعرف تتعامل مع الوضع، تعرف تتحمل مسؤوليه حتى لو طفل، علشان لما تقولي له عنده امتحان بكره يقدر انه يستوعب ده. يعني انا بشوف انه الاطفال محتاجين يحسوا بمسؤوليه انه انا لازم اذاكر عشان. بصي كلامك مهم جدا جدا، وعشان كده يعني يمكن نصيحتي للناس لا تربوا اولادكم كما رباكم اباءكم، يعني فقد خلقوا في زمن غير زماننا، يعني الزمن اتغير، وانا بقول كده لنفسي على فكره، والمناهج اتغيرت والمدارس وطرق التعليم وكل حاجه ما بقتش زي ما كانت زمان. ما كانش عندنا امتحانات التابلت دي خالص ولا منصات تعليم الكترونيه، كانش في حاجات كتير. عشان كده لازم كل اب وام يواجبوا التطور ده والمجهود اللي كانوا اهلنا بيبذلوه، مع ان انا بجد بجد واحده من الناس، اهلي ما كانوش بيبذلوا مجهود، انا كنت شغاله لوحدي. احنا بقى في الجيل ده مضطرين ان احنا نبذل اضعاف اضعاف المجهود اللي كان اهالينا بيعملوه علشان نقدر نفهم دماغ اولادنا وطرق تفكيرهم. لازم يكون في سيستم مبدئيا يناسب روتينهم اليومي ودماغهم والانشطه اللي بيعملوها ويلتزموا بيه. مش عارفه بصراحه ينفع الاهالي ترجع كده زي زمان. فاكره لما كان الاب كده يقعد جنب ابنه زي كده الفنان عبد المنعم مدبولي، يقعد جنب ابنه كده في فيلم يا رب ولد ويمسكه جنبه كده عشان يذاكر له. ماما كانت بتعمل كده على فكره. انا مع حسن بعمل كده يعني، يعني بس بكل هدوء اعصاب، يعني بجيبه جنبي كده لان هو مش نافع معاه غير كده. مامتي كانت بتعمل كده، كانت بتقعدني انا واختي اصغر مني بسنه، تقعدنا كده هتذاكره. ملهاش حل. هي كانت بتحب المذاكره وانا ما كنتش بحب المذاكره. انا بحس ان الاطفال ما بيحبوش المذاكره دول بيطلعوا ناجحين، فان شاء الله حسن هنشوف مستقبل. انا متفائله خير ان شاء الله. يعني خلينا اخد من كلامك واقول انه فعلا يا ريت اللي انت بتقوليه ده يحصل، لانه الاولاد محتاجين الاهتمام من النوع ده. بالظبط. ممكن ما يتقبلوش ده في البدايه لكن لازم يتعودوا، بس لو هنعمل كده يبقى من غير بصراحه زعيق، من غير الادوات الثانيه اللي هي بنجري وراها، ممكن الادوات يعني لا داعي لذكرها. كل طريقه هتستخدموها مع ولادكم هتاثر عليهم بشكل ما بطريقه ما. لازم نبقى فاهمين كويس قوي شخصيه ولادنا، طريقه التعامل معاهم في المذاكره والتعليم، واحنا هنتكلم عن ده بالتفصيل بشكل علمي اكتر من احنا يعني نتكلم كلام كده، نتكلم ان شاء الله فيه بشكل علمي اكتر، ولكن بعد الفصل. ورجعنا لكم مره ثانيه، وصلنا معاكم دلوقتي لفقره استوديو الحريف. لسه بنكمل كلامنا عن اولادنا والامتحانات والتغييرات اللي حصلت معاهم عن زمان، وليه في حاله من اللامبالاه عند الاولاد في فتره الامتحانات. هنتكلم في كل المشاكل دي ونستفسر مع الدكتوره لميس مكاوي، مدرس الطب السلوكي واعاقه الاطفال بجامعه عين شمس. اهلا بيك يا دكتور، منورانا. استغاثات الامهات، المشكله الازليه اللي بتحصل في وقت الامتحانات، وفعلا فعلا حقيقي بقى في تحول غريب من الولاد وقت الامتحانات واحساس باللامبالاه. صحيح. انا عايزه اعرف ليه. انا تحديدا محتاجه اعرف. هو بس خلينا نقول ان التحول للامبالاه ده بقى في اسلوب حياتهم عامه، مش بس في فتره الامتحانات. يعني الولاد في العموم دلوقتي طريقتهم معانا بقت ابرد، نقدر نقول ان هم يعني مستفزين اكتر شويه عن زمان. احنا مشكلتنا بقى كامهات بتنحصر ان احنا بناخد خط التعليم والمذاكره كانه حاجه حياه او موت، وبنحصر كل مشاكلنا حواليه، رغم ان هو خط من خطوط الحياه. مزبوط. يعني هو حاجه من الحاجات، لكن احنا دايما بيبقى الثواب والعقاب، انه شاطر او مش شاطر، انه كويس او مش كويس، مرتبط دايما بالجزء الاكاديمي بتاعه. فالطفل لما بيتحصر في النقطه دي بس ويحاول ان هو يهرب منها وهو مش عارف، بيجي بعد فتره يعمل ايه؟ خلاص مش هو ده اللي انا مش عارف اعمله، واللي انتوا عايزينه خلاص، يعني ما بقتش فارقه كتير. اوكي. فاحنا لو ابتدينا نحاسبهم على ان في حاجات كتير قوي ثانيه مهمه، التعليم جزء منها، وانا اوكي عايزك تبقى كويس وشاطر وتبقى بريزنتبل وتبقى نمره كويسه، الامور بتهدى شويه. لكن هي الامور بتبقى صعبه امتى؟ لما احنا بنخسر كل حياتنا، ان فتره الامتحان دي كانها سجن، الولد بتحس ان احنا اعلنا الحرب. مظبوط. مفيش تمارين، مفيش خروج، مفيش دخول، مفيش، احنا قدامنا اسبوعين معركه. السريخ طالع من كل الشقق. الامهات في حاجه بتطير. الامهات كلهم اعلنوا حاله الحرب، ودلوقتي كمان بقى في حاجه بتوتر الام كمان، جروبس الواتساب والورق اللي بيتبعت كل شويه من كل بما اني ام برضو وبشارككم نفس اللحظه، فنحس ان احنا في حرب فعلا. يعني الفتره اللي هي كام ساعه المفروض نذاكر فيهم بدل ما كنا مركزين وممكن نراجع او اللي كان حاجات زمان، لا ده احنا الحقوا فيه كذا، فكل الامهات تتجه للحقوا ده.
فبعد فتره الولاد على فكره بتلوس كنترول اسرع مننا. يعني خلاص بيحس ان هو الموضوع خرج عن السيطره. ومامي كده كده متعصبه وانا كده مقصر. والابهات بيهربوا يعني بيرجعوا هاربين بيرجعوا البيت بعد فتره المعركه برضه بعد ارض المعركه ما تكون انتهت. لان فعلا بيبقى ستريس عنيف جدا جدا. فالحل ايه؟ الحل ان احنا نقول لهم احنا بنحاسبكم على الجهد مش على الدرجات. انا بعمل كده والله. دي بتفرق كتير. يعني زي ما بنقول لاولادنا احنا بنعاقبكم على التصرفات مش بنكرهكم انتوا. لان كتير قوي من ولادنا بترتبط عندهم فكره العقاب ان ماما ما بتحبنيش. لا، انا زعلان من تصرفك مش زعلان منك. دي حقيقه. ودي وفرق كبير قوي هنا بين الجزء المعنوي. مفيش مشكله انا ابتدي اعاقب ابني وانا بقعده على حجري وبفهمه مشكلته كانت فين. مظبوط. غير لما اعنفه واقف قدامي متذنب وكل تعبير وشي بتبين ان انا زعلان. هو الطفل اقل من 5 سنين بيفتكر ان هو ان انا بطلت احبه. مش ان انا متضايق من تصرفه. فهم الاطفال شويه محتاجين شويه هم محتاجين يعني هدوء. اكيد انا مع يعني مع 100% ان الهدوء في التربيه ده اساس اي شيء. يعني فكره الحاجات اللي بتصير دي مش الحمد لله مش عندي. مفيش يعني. طيب عايز اسالك على حاجه. يمكن وحضرتك بتكلمي بتقولي جروب الماميز وبيبعتوا مش عارفه ايه والكلام ده كله. خلينا نقول ان الامهات دلوقتي التعليم بالنسبه لهم بقى زي العربيه الجديده والبيت الجديد، الفيلا اللي في مكان معين، فانا ابني لازم يتعلم تعليم معين وكذا وكذا. وانت قلتي حاجه حلوه قوي انه التعليم هو خط من الخطوط. ازاي بقى الام هي نفسها تبتدي تدخل في قناعتها انه مش لازم ابني يطلع دكتور ومهندس ويجيب الفول مارك، لانه صحيح. المدرسه بيبقى فيها 300 طالب مش معقوله كلهم هيجيبوا فول مارك. ده بالعكس، ده اللي هيطلع اوت اوف ذا بوكس في تفكير تاني هو اللي هينجح دلوقتي. كل الحاجات اللي احنا تربينا عليها زمان، التوابيت اللي احنا تربينا عليها زمان دي هي توابيت خاطئه او اصبحت لا تصلح لمجتمعنا الحالي او لوقتنا الحالي. هو الفكره ان احنا زمان كان تعرضنا كلنا كامهات او كمجتمع متشابه. يعني كان في قناتين في التلفزيون، رمضان في البيوت كلها شبه بعضه، شكل البيت، شكل اعياد الميلاد، شكل الخروجات كلها كانت شبه بعضها. وبالتالي كانت نسبه تعرض الاطفال للاختلافات قليله جدا. فالامهات ما كانش عليها الاسترس ده. لكن مع السوشيال ميديا اللي ظهرت الاسترس مش بس على الاولاد، ده على الامهات كمان. لان بقى في ترندز وبقى في بيكتشرز وانستغرام وبقينا عايشين كلنا حياه اللقطه. انا بقول كده دايما، كلنا عايشين حياه سناب شات، لقطه واخدينها احنا مش عارفين وراها ايه. فبقت كل ام عايزه كمان التعليم واللبس والخروج يبقى لقطه، جزء من اللقطه، لقطه. لان هي بالنسبه لها هو ده اللي هي بتفوكس عليه، مش بتفوكس على جودته بيتقدم لي. فاصبحنا كلنا غصب عننا بنجري ورا ولا حاجه، كلنا بنفي ويجري احنا واولادنا ورا حاجه. وده بالظبط المشاكل اللي حتى عند اولادنا لما يجوا يتكلموا على ترندز، حاجات معينه في الهدوم عايزين، براندز معينه عايزين يلبسوها، او صور معينه عايزين ياخدوها، او فلترز معينه بيتصوروا بيها. ليه؟ لان هي دي اللقطه اللي هم قاعدين مستنيينها. فهي بالظبط القناعه بتبدا من عندنا احنا، لما نبتدي نبقى احنا من جوانا مقتنعين ان احنا مش بنعمل ده عشان حد، احنا بنعمل ده عشان ولادنا. انت بتنجح عشان انا عايزك ناجح، مش عشان لما اقول ان ابني دخل كليه الطب او ابني دخل كليه الهندسه يا فرحتي. مش هي دي نهايه المطاف. دكاتره في مليون دكتور، انا دكتوره في زي كتير قوي قوي. الناس اللي بقت بتفكر بقى بطريقه مختلفه، الفيرتشوال رياليتي والحاجات ال 3 دي والتفكير اللي فيه ايمجينج وفي تكنولوجي، هو ده اللي احنا عايزين ولادنا يروحوا ليه ونعلمه لهم من دلوقتي. لكن الاسطمبه اللي كنا متعودين عليها زمان دي مش هتنفع خلاص. يعني لازم احنا كمان نتخطاها. فده بيحصل امتى؟ بيحصل لما هم الولاد يحسوا ان دي قناه. على فكره الولاد حساسين جدا وبيعرفوا يلقطوا كويس قوي الام عايزه ايه. وعشان كده في ولاد بتعرف تبقى في البيت حتى تلعب على كذا، يعني تبقى عارفه تتكلم مع باباها ازاي، ايه الحاجات اللي تطلبها من بابا وايه الحاجات اللي نطلبها من ماما وايه الحاجات الايجابيه اللي قولها ليه، لان هو عارف كل واحد بيحب ايه. فهي الفكره عندنا احنا، لو احنا عندنا قناعه ان احنا بنعمل ده عشان انت تبقى كويس، انا مش مستنيه منك نمر، انا عارفه ان احنا مشوار زي الرحله. هو التعليم ده رحله، احنا المهم ان احنا نقطع الرحله دي كويس مع بعض، مش مهم ابدا نشوف نتيجتها وصلت لفين. انت بتتعلم في كل مرحله. وعلى فكره انا دايما بقول كده لجروب الامهات في المدرسه، انا من اكتر الامهات اللي مثلا ما بهتمش قوي بالدرجات تقريبا. من كتر ما الواحد يعني ذاكر كتير وامتحن بيبقى حاسس في الاخر، فاهم ان في الاخر مش هو الامتحان ومش هو الكليه. ده قد ايه انت كرييتيف، قد ايه انت بتعرف تعبر عن نفسك. طب ما مثلا في 100 دكتور، هل كلهم زي بعض؟ لا طبعا. لا، في اللي بيعرف، في اللي عنده ملكه ان هو عنده سوشيال سكيلز كويسه يتعامل مع الناس، في اللي شاطر فعلا بس مش قادر يشرح نفسه او يعرض الشطاره اللي عنده دي كويس. فكل ما احنا اكتشفنا الموهبه اللي في ولادنا ايه وحطينا ايد عليها من هم صغارين واشتغلنا عليها، هو ده النجاح. مش نجاح الدراسه خالص. صح، مظبوط. طيب انا يعني اوريدي بعمل اللي حضرتك بتقوليه ده، انا ما بيفرقش معايا الدرجات، بس دلوقتي انا عايزاه، انا اهم حاجه عندي اللي دايما بقولها الفعل. طالما بتشتغل وبتعمل اللي عليك
تمام، ودي امكانياتك ودي قدراتك تمام. صحيح. المشكله بس اللي بنقابلها مع الاولاد انهم غير المدرسه انهم بيبقوا مركزين في حاجه واحده في حياتهم. انا عايزاك تفتح كذا سكك، تقدر تعمل ده وتعمل ده وتلتزم في ده. لما انا اوجهه مره واثنين وثلاثه، ما انا ما عنديش غير الكلام، انا صحيح. يعني اعاقب ازاي؟ يعني لما ما يستجبش لكلامي بدون ما ازعله، يعني سيبنا من الضرب طبعا، ده مش طبعاً. مش موجود خالص. ساعات التهديد بيبقى اصعب بكتير من الضرب، تحس ان الولد بيتاثر نفسيا طبعاً. طب املكه ازاي؟ يعني طيب. اخليه يعمل اللي انا عايزاه برضاه، مش عشان يرضيني برضه. طيب هو ده برضه هنرجع فيه لسن الولد، طفل قد ايه؟ احنا اولا ما فيش عندنا عقاب اقل من سن 5 سنين. اوكي. اقل من سن 5 سنين احنا بنحرم الطفل من الحاجه الايجابيه اللي احنا بنقدمها له. وفي قواعد عمل العقاب، يعني رقم واحد ما بنعاقبش لو الولد اتاذى، يعني مثلا طفل كان بيلعب ووقع، ما اقولوش احسن شفت ما اسمعي الكلمه دي طبعا تستاهل. دي كلمه مشهوره جدا عند كل الامهات، او حاجه بتعمل كده ببقى عايزه اروح انا اسف. بنشوفها كتير قوي 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 في النادي واحنا في البيت، هو عمال يلعب وهي مثلا قالت له مره او اتنين ما تطلعش على الكنبه، وقع اول كلمه تقولها له ايه؟ مش قلت لك؟ مش قلت لك؟ وتحس ان احسن فيها غل كده، بتبقى فيها شماته شمتنا. احنا في قاعده عامه بتقول ان لو الطفل اتاذى يعني اتعرض لالم، وقع، اتخبط، اتلسع، ما بقاش انا كمان بعاقبه، خلاص هو اوريدي اخذ عقاب. صحيح. ممنوع العقاب اللي فيه ايذاء، والايذاء النفسي اللي حضرتك اتكلمتي عليه اهم بكتير قوي من الايذاء البدني. ما انت طول عمرك فاشل، يا نهار ابيض، ما هو انت كده، ما هو انت عمرك ما هتبقى كويس. الكلام ده بيوجع وبيعلم اكتر بكتير من الضرب على فكره. الضرب بتبقى حاجه في لحظتها وممكن تتنسي، انما الكلمات دي اللي فيها تنمر او اللي فيها نوع من انواع الايذاء النفسي تفضل مع الاطفال فتره طويله. ممنوع جدا انا كأم اعاقب وقت الغضب، يعني اذا كان حصل حاجه وانا عارفه كويس او انا استفزيت منها جدا ومتعصبه جدا، يا ريت اقول له احنا محتاجين بس شويه وقت نفكر هنعمل ايه. طيب حاجه مهمه قوي برضو في العقاب ان يبقى في وقتها، يعني ابني زعلني في موقف اجيبه اتكلم معاه اعاقبه الموقف خلص، ما ينفعش بقى في موقف تاني اقول له انت فاكر انت عملت ايه من شهر؟ ما احنا عشان كذا وكذا 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 هنتحرم من كذا. لا، العقاب على قد الفعل في وقتها. طيب مهم قوي في الاطفال اللي اقل من 5 سنين ان العقاب يبقى بدعم معنوي، يعني انا اجيبه واقعده على حجري واقول له على فكره انا بحبك ومش زعلان منك، انا زعلان من اللي انت عملته. طب احنا عملنا ايه غلط؟ تعال نفكر عملنا ايه غلط. لما الطفل بيعيد الكلام ويقول الغلط اللي هو عمله عاده بيبقى فاهم ومستوعب هو عمل ايه. طبعا ده في الفتره الصغننه. اوكي. طيب المراهقين بقى اللي يعني 12 سنه ده يعتبر ايه؟ 11 ده مراهق بقى، ده بدايه المراهقه من اول سن 10 سنين مراهق. احنا زمان كنا بنقول مراهقه من اول سن 12 سنه. اوكي. لكن مع السوشيال ميديا والتطور اللي حصل، لا احنا من اول 9 سنين بنعتبرهم مراهقين صغيرين. لان كل الاكشنز بتاعتهم كمان بتبقى فيها تعبير عن الشخصيه. وعايز يثبت نفسه وعايز يقول، بالذات الولاد. طيب نعمل ايه؟ اول حاجه لو احنا متواصلين من زمان قوي معاهم وبنتكلم، فبتبقى في مساحه من الاريحيه ان هو بيسمعني. المشكله بتيجي لما بنحاول نصاحبهم when it's too late. يعني اجي صاحبه وهو مراهق وهو مش عايز يصاحبني اصلا. هو بقى ليه صحابه وليه الناس اللي بيسمعه. لازم اكون عارفه ان في السن ده ابني مش هيسمع لي، اكتر ناس بيسمع لهم صحابه. فانا كل ما كنت قادره اكوميونيكيت مع المجتمع بتاعه ده، اعزم صحابه في البيت، يبقى اصحابه دول ناس امهاتهم شبهي او بنفس طريقه تفكيري، كل ما ده هيخلي الاتجاه يبقى اسهل. اوكي. دكتور من غير اقطع كلامك، اتفضلي. الكلمه اللي قلتيها، هو احنا المفروض نعرف ناس شبهنا ولا ونعود نفسنا ونعود عيالنا ان احنا نعرف ناس شبهنا، ولا نعود الاطفال انهم يعرفوا كل الناس حتى لو شبهك او مش شبهك، ويبقى عندك الشخصيه الصلبه اللي ما تتأثرش؟ لا، لازم اعود ابني على الاختلاف، يبقى فاهم ان احنا ناس مختلفين، لكن الطبيعي اللي حوالينا اللي بنرتاح معاهم غالبا هيكونوا اللي شبهنا. لكن لازم نعلمه من سن صغنن قوي يتقبل الاختلاف ويتقبل الاخر. انت ولد انت بنت، كل واحد فيه ليه خصائصه وليه طريقته وليه اسلوبه، لازم يتقبلوا الاختلاف. الاختلاف ده اختلاف في الشكل وفي النوع وفي الدين وفي الطريقه وفي المعامله وفي كل حاجه، لكن غالبا اللي بيبقوا اصحاب ولادنا هم اللي بيبقوا مرتاحين معاهم، فدول لازم يكونوا الى حد ما شبهنا. السوشيال ستاندرز بتاعتهم واحده. شبهنا. بطريقتنا، باسلوبنا، لان هو ده اللي بيعمل الصدام، ان احنا نيجي يبقى صاحب ابني من مدرسه مختلفه خالص، مدرسه فكريه اقصد مش مدرسته، فلاقي نفسي بصطدم. ليه؟ لان انا مش قادره اسيطر على الموقف لانهم مش شبهي. فكل ما كان من سن صغير هم شبههم وشبهنا، ده بيبقى كويس. انا اللي اقدم لما اكون ابني انا مختلف معاه بيتفرج على التيك توك مثلا. دي من اشهر الاسئله اللي بتجيلي، دكتوره التيك توك وابني بيمثل او بنتي بتعمل قدام التيك توك،
انا اجي اتفرج مع التيك توك وريني اتفرج عليه الله. طب تعالى انا على فكره بصور تيك توك مع اولادي وبنزله على صفحتي ليه؟ لان في عشان يحس ان في حاجات فيه اكسبتد، مش كل التيك توك وحش، فيه في حاجات فيه طبعاً. بتقدم خبرات حياتيه في التربيه في التخييف في الانترتينمنت هي جزء يعني بالظبط مش حاجه قليله، هي جزء بالزبط. مهم لما اولادي يجوا يسمعوا مهرجانات وانا رافضه اني اسمع المهرجانات مثلا لا اسمع معاهم الاول. طب تعالى نسال الله طب بيقولوا ايه، انا كتير قوي اقول له طب لا فصل لي كلام لا انا مش عارفه. لما هو بيحس ان انا شاركته بيجي يشاركني حتى طبعاً. لو كان على مضض يعني حتى لو كان هو بيعمل ده مش متقبله قوي في الاول بس هو بيعمله ريسيبروكو لان انا شاركته فيبقى انا هنا اللي فتحت مساحه للتواصل. فاجي اتكلم معاه على فكره انا فاهمه متفهمه ان انت اصحابك اهم ناس عندك دلوقتي، انا عارفه ان انتوا طريقه تفكيركم مختلفه عني. لما الولاد بتسمع مننا احنا الكلام ده ان احنا بندي ابروفل لان انتوا مختلفين بتدي يفكر ويعيد الكلام تاني ان لا انا محتاجه اسمع كلام مامي. في حاجه مهمه قوي اخيرا اسفه، الجدول بقى لازم يكون عندنا جدول بنعمل فيه حاجات بنملاه والجدول ده يكون في اخر الاسبوع ليه بالنتي خروجه فسحه بس ما يبقاش الجدول ده ليه علاقه بالمذاكره، مذاكره نقطه في الجدول طبعاً. لكن مثلا رتب هدومك. احنا هنقول موضوع الجدول بس قبل ما نقوله في نقطه مهمه عايزين نتكلم فيها. في ثلاث انواع دلوقتي من الاطفال، في الطفل العنيد والطفل اللي عنده خوف، احنا بنتكلم دلوقتي على جزء الامتحانات طبعا. في طفل عنيد ذاكر مش هذاكر كويس، في واحد تاني بيترعب من الامتحانات فما بيذاكرش فبيبقى كل حاجه بتبوظ، الثالث المشاغب اللي هو ايه عنده فرط كتير ما تعرفيش تقعديه كده اللي هو انا الطفل اللي عنده رهاب للامتحانات ده اخفهم، الطفل اللي بيخاف من الامتحان ده اخف طفل فيهم في علاجه. ليه؟ هو بس محتاج يتحط في سيتنجز او في طريقه بوضعيه الامتحان يعني محتاج ان ماما في البيت تقول له يلا هنعمل تايم ونحط ورقه ونشتغل كانه في الامتحان. لما بيمارس ده بالتمرين مره واثنين وثلاثه ده بيدخل الامتحان ما عندوش مشكله خالص، هو بتبقى مشكلته في الخوف من الامتحان توتر. طيب الطفل المشاغب اللي حركته كتير ده بيبقى طفل لطيف على فكره بس هو بيزهق بيمل بسرعه وده غالبا هتلاقيه بيوقع الاقلام ويجيبها هيجوع في نص المذاكره كنت بصلي الحمام لانه زهق من القعده يعني كنت بصلي اصلي بجد كل الصلوات وقت المذاكره هيطلب الاكل هيطلب الحمام هيفتكر كل الحاجات اللي كان ناسيها في المذاكره. ليه؟ لان هو بيمل على فكره الاتنشن سبام او قدره الطفل على الشغل المتواصل في المذاكره هي ربع ساعه او ثلث ساعه وبعد كده لازم يقوم يعمل حاجه ده اي طفل طبيعي لكن احنا اللي بنحاول نزنقهم يا حرام ونقعد قافلين عليه كمان بعد ثلث ساعه لازم يعمل حاجه فهو يطلب بقى الحمام هيفتكر بقى الحمام وهيفتكر الميه وهيفتكر انه جعان وعايز يصلي وعايز يوضب الدولاب واصحابه اللي اتخانق معاهم والقصص اللي من سنه وتيتا اللي وحشته يعني كل الحاجات دي هيفتكرها بس ده طبيعي. ده الطفل ما فيش فيه مشكله لان هو الاطفال بطبيعتها بتبقى فيها نوع الطفل حركي هو الطفل اصلا حركي ده يقوم كل ربع ساعه يعمل حاجه كل ساعه نقوم نعمل ستريتشات ونرجع يلا بينا نقوم نحضر حاجه ناكلها اطوعه ما فيش مشكله. مشكلتي بتبقى مع الطفل العنيد هو ده بقى اصعب طفل. طيب اي طفل عنيد لو اديته اوردر مباشر هيعاند زياده لازم الطفل العنيد يتعامل معاه بثقافه الاختيار. تحب تذاكر عربي ولا تذاكر انجلش؟ اوكي هو انا كده خليته هيذاكر بس هو هيختار يذاكر ايه؟ ممكن يقول لك مش هذاكر، في اطفال بجد عنيده لدرجه مرعبه طبعاً. ممكن يقول لك انا مش هذاكر اصلا دلوقتي طبعا اعمل يبقى ايه؟ طيب هنختار بقى بدائل. طيب يلا نبص على الساعه احنا هيبقى قدامنا 20 دقيقه هنذاكر فيهم مع بعض بعدين هنقوم نعمل اللي انت عايز تعمل. انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل كيكه؟ عايز نلعب بالصلصال؟ تيجي نركب بازل؟ طيب هيبقى المذاكره هي الحاجه اللي احنا مضطرين نعملها عشان نوصل للهدف اللي ورانا فلازم يبقى في محايله. الطفل صعب جدا اقناعه المذاكره حاجه صعبه على فكره يعني خلينا نعترف ان المذاكره حاجه صعبه قوي والله والمناهج دلوقتي بقت اصعب كتير والام اللي بتشتغل اللي قضت نص اليوم بره وسائق عربيه ورجعت اتعصبت هي عايزه ترجع تخلص ميشن ممكن مش مع طفل واحد مع طفلين او ثلاثه فهي عايزه تمشي السيستم بسرعه فهي بتبقى عصبيه. كل ما هي كانت اهدى كل ما احنا اديناهم بدايل. طب ما تيجي تشرح لي على فكره اللعبه دي ساعات كتير قوي بتنفع مع الاولاد طب ما توريني كده بتتعمل ازاي اصل انا مش عارفاها. لما احنا بنمثل ان احنا يا حرام مش عارفين هما بيقتنعوا ان طب انا هساعدك طب ما تساعد اخوك الاصغر منك طب ما تذاكر له ده انت شاطر جدا وانا عارفه ان انت شاطر في الحته دي فممكن تذاكر له. يعني هي لازم تكون مرتبطه بنشاط تاني هنعمله. الطفل العنيد مش هيجي ابدا بالاوامر المباشره لازم هنحايل مره واثنين وثلاثه هنعمل بلانتي هنعمل بونص هنمدحه كتير ونديله ثقه في نفسه نكلم تيتا نقول لها الله ده كان حتى لو كان ذاكر 10 دقايق ده كان شاطر جدا وكان هادي وعمل التاسك اللي عليه كويس. لما بنزود ثقتهم في نفسهم هم تلقائي بيحاولوا ان هم يزودوا ده لان اي حد في الدنيا عايز ايه؟ عايز يحس ان هو شاطر طبعا ان هو مرغوب فيه ان هو متفوق. فالطفل العنيد لما بنمدحه في حاجات صغيره قوي بيبتدي ثقته في نفسه تقوى ويبتدي يتحسن بس هو عايز شويه صبر وعايز شغل من اول السنه
يعني مش فجأة. يعني ما ينفعش وقت الامتحانات نحس ان الامتحان جت فجأة. لا. الأطفال عايزة ممارسة ومتابعة وإعادة الأشياء كذا مرة عشان نوصل بسلام لفترة الامتحانات. طب حلو حلو، نرجع نتكلم في الجدول ونخصص فيه أكتر الدراسة، يعني نزود إزاي نقسم الدنيا للولاد. طيب أول حاجة لازم تبقى فيه مهام يومية الطفل بيعملها بعيدة خالص عن قصة الدراسة. بيعلق هدومه، بيوضب سريره، بيغسل سنانه، ونعمل عليها نقط بوينتس، بيساعد ماما. لازم يكون الطفل عنده وقت بتاعه، عنده نص ساعة كل يوم هيعمل فيها اللي هو عايز يعمله بعيد عن إن أنا أكون بمارس معاه ضغط أنت هتعمل إيه. المذاكرة ده جزء من الجدول بتاعي، والنقط دي بحط لها نقط وبجمعها اخر الاسبوع. زي مثلا هقول له لو انت وصلت 50 نقطه 20 نقطه، لو احنا لعبنا مثلا لعبه زي السلم والتعبان، ساعات بنعملها كلوحه سلوكيه للاطفال بدل ما يلعبوا السلم والتعبان، لا احنا بنمشي بيها بماجنت وكل حاجه صح تعملها بتطلع مربع لقدام لغايه لما نوصل عند 100. احنا بقى هناخد بونص، والبونص مش لازم يكون حاجه ماديه. لسه كنت هقول البونص فلوس ولا بلاش الكونسيبت؟ البونص ده ممكن يكون خروجه مكان هنختاره، هنروح عند تيتا، هنسافر، هنعمل حاجه مع بعض سوا. الولاد كتير في منهم بيحبوا الحاجات اللي فيها كرييشن في المطبخ، في اولاد بتحب المطبخ وتدخل وتعمل وتساعد. فمش لازم يكون البونص حاجه ماديه هنروح نشتريها، لان ده برضو بيزود عندهم ثقافه ان كل الحاجات بتشترى مش حاجات ماديه. فده دي من النقط اللي بتبقى مهمه قوي. طيب لما يتعاقب بدل ما زعق واتعصب، طب خلينا بص يلا بدل ما طلعنا بوينت هنرجع 2 بوينتس، فهو هيبقى هنا عارف ان الخساره هتبقى في الحاجات اللي هو تعب فيها. بس النقطه دي محتاجه حاجتين. رقم واحد ان احنا ما بنحركش البوينتس لوحدنا، يعني لا هو ينفع يلعب في الجدول لوحده ولا برضو ماما لما تتعصب طب اهو. لا لازم نكون سوا ونسال كل مره احنا ايه الصح اللي عملناه وايه الغلط اللي عملناه. والجدول ده يبقى في حته ظاهره هو شايفها، يعني متعلق في مكان واضح بالنسبه له في اوضته، وزي تشيك ليست كده بنعلمه وبنجمع بيه نقط. كتير قوي من الاولاد لما بنحط لهم سيستم الامور بتبتدي تمشي. الرياضه من اكتر الحاجات المهمه في حياه الاطفال، لانها اولا للطفل الحركي هي بتطلع كتير من المجهود بتاعه. من سن ايه؟ من سن سنتين. من سن سنتين سباحه يتعلم سباحه. هيروح حتى لو تمرين جماعي، يعني انا فاكره كويس قوي ابني صغنن كان صغير قوي، بس هيقدر يخش ويلعب ويجري ورا اي حاجه مفيش مشكله. طول ما هو قادر يروح ويجري ويلعب يروح. احنا خلصت فقرتنا دكتور، بجد استفدت منك كتير قوي والله. ان شاء الله وهند استفادت بس والله وان شاء الله صعبه وشقه دي حقيقه. ان شاء الله يكونوا كمان مشاهدينا ان شاء الله استفادوا من كل اللي قلناه. خلصت دلوقتي فقرتنا، نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا، استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه، وصلنا دلوقتي لفقره الستات بتلعبها صح. النهارده معانا نجمه جديده في صفوف فتيات الذهب، واللي بالرغم من انها انضمت للفريق في بدايه الموسم ده، لكن تحس انها من ناشئات النادي الاهلي وبقت واحده من ولاد النادي بسرعه جدا، وانضمت للاهلي من صفوف نادي الشمس، بتلعب في مركز مهم وهو الضارب الخلفي او ضارب مركز 2. ايدها الشمال ولا المرزبه الحقيقه، يعني ما شاء الله بتضرب بقوه وتركيز كبير جدا. تعالوا نشوف هي مين ونرجع تاني. زي ما شفنا معانا ومنورانا الكابتن علياء هاني لاعبه الفريق الاول لكره الطايره بالنادي الاهلي، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. احنا مش جايبينك نحسدك على فكره خالص خالص، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عايزه ابتدي معاكي كده، تكلميني عن بداياتك لغايه لما وصلتي للنادي الاهلي. انا بدات فولي وانا عندي 10 سنين في نادي الشمس. قعدت كذا سنه بعدها ابتديت اروح المنتخب، وكنت بتصعد بقى يعني وانا في ال14 كنت بلعب مع ال16، بعد كده وانا في ال16 بقى كنت بلعب مع 18 فيرست تيم بس، وفضلت في الشمس يعني لحد ما سنتين الرعايه بتوعي خلصوا، وبعدها على طول جيت الاهلي. يعني قرار ان انت تختاري ان انت تبقي لعبه كره طايره، ده كان قرارك ولا الاب والام قالوا لا دي فيها ده ايه ده طويله، ده هي طويله يلا هنوديها نلعب تلعب كره طايره؟ لا انا اصلا كنت بلعب جمباز وسباحه، فكنت بعيده خالص. بس بعد كده كنت عايزه يعني العب لعبه جماعيه، فكنت بين باسكت وفولي يعني، بس انا جربت الفولي الاول وكملت فيها بقى. فكان قرار شخصي منك يعني؟ اوكي. طيب انت، انا عايزه اعرف انت لسه بتدرسي؟ لا انا لسه مخلصه جامعه. حلو قوي. من في الدراسه ده ايه شكلها صغير قوي. طيب ازاي عرفتي مبدئيا برضو توفقي ما بين الدراسه وما بين ان انت تبقي لاعبه محترفه؟ لان ده برضو يمكن احنا بنتكلم في موضوع حلقتنا عن الدراسه والتمارين واهميه الرياضه، عايزاكي تقولي لي يعني عملتي ده ازاي؟
هي حاجة مش سهلة خالص، بس هي برضو بالتعود يعني، عشان بقالي كتير فخلاص كنت متعودة، اللي هو اليوم بيبقى فيه تمرين وقبل التمرين بنقعد نذاكر بس، او اللي هو خلاص جامعة وبطلع التمرين واروح اذاكر كده يعني، اليوم كان بيمشي كده. فالموضوع كان بيبقى صعب قوي، بس خلاص بعد ما تعودنا الموضوع بقى ده طبيعي يعني. السيستم انا عايزه اعرف برضو اتخرجتي من ايه، كلميني عن تجارة خارجية جامعة حلوان. جامعة صعبة، كلية صعبة. لا كلية صعبة. بس انا دايما بحس انه الابطال الرياضيين بالذات في الرياضات الاخرى ما شاء الله ما شاء الله يعني، مش بحسدك. هجيب لك خشبة بيبقوا لازم جواها في خشبة والله. لا بحس ان هم بيعرفوا ان هم يمالتو تاسك، ان هم يذاكروا كويس صح يعني، بيبقى عندكم السكيل بتاع المالتي تاسكينج. انا بحس ان احنا اصلا عشان عندنا سيستم فعلا بنبقى يعني، بحس ان اغلب الرياضيين اشطر اصلا من الناس اللي هي مش بتلعب رياضه يعني، عشان بنعرف ننظم وقتنا كويس قوي وكده. صح مظبوط. نروح بقى للنادي الاهلي. اكيد كان ليكي لاعبات من اللي موجودين دلوقتي في النادي الاهلي قبل ما تروحي النادي كانوا صحابك مثلا او كنت تعرفيهم، وبعد ما روحتي النادي الاهلي عايزه قبل وبعد مين كانوا مقربين ليكي قبل وبعد ما روحتي النادي الاهلي من اللاعبات؟ هو اصلا في كذا لعيبه كانوا معايا في الشمس قبل كده، سارة امين وايا الشامي وايا خالد، كذا حد يعني، فاحنا اصلا عارفين بعض من قبل كده. وغير كده بقى صحابي في المنتخب ندى وليد قريبه قوي، زينه يعني احنا اصلا قريبين قوي من المنتخب، كنا بنقعد مع بعض كتير قوي في الاوض وكده. فبس يعني فهو اصلا اغلب الفرقه كنا صحاب قبل ما يجي يعني. فما حسيتيش لما روحتي النادي الاهلي بانه الفرقه مش صحابك؟ لا حسيتي؟ لا لا خالص. طيب حلو. حصل طبعا اكيد معاكي مفاوضات من فترة طويلة علشان تبقي موجودة في الأهلي، عايز أعرف إيه اللي حصل بالظبط ومين اللي تفاوض معاكي وكده، وعايز أعرف إحساسك بعد ما لبستي تيشيرت النادي الأهلي. أوكي، هو أنا أول ما السيزون خلص كان جاي لي عرض من كذا نادي يعني، بس كابتن خالد العوضي وكابتن حمدي كلموا بابايا. صورة معانا اهي. كابتن. فبس أنا أول ما الأهلي دخل في الموضوع ورحت مضيت على طول يعني، بس اول مره البس التيشيرت كنت مستغربه قوي، بس كنت مبسوطه يعني عشان دي حاجه كان نفسي فيها من زمان قوي. يعني انت حلمتي كبيرة قوي اكيد يعني قبل كده ان انت تبقي في النادي الاهلي؟ طبعا بتحلمي بده. هو نادي مميز قوي واسم كبير يعني، فاي حد هيبقى نفسه يلعب فيه يعني. مثلا بقى نروح بقى من اول مره تلبسي التيشيرت لاول تمرينه ليكي في الاهلي. اوكي احكي لي عن اول تمرينه دي بقى بالتفصيل كده، من اول ما خرجتي من البيت للنادي رجعتي البيت تاني. اوكي كنت متوتره شويه يعني اصلا من ساعه ما قالوا لي التمرين بكره دي، كنت قاعده بقى بفكر اللي مش عارفه هعمل ايه، مش هروح مش هخبى. بس لما رحت يعني لا الفرقه يعني رحبوا بيا جامد قوي وكانوا كويسين يعني، واحنا كده كده اصحاب قبل كده. انا عايزاكي بالتفصيل من اول ما دخلتي من باب النادي. اوكي انا بتقول لك بصي رحبوا بيا، ما انا عارفه انا عايزه الكلام. لا يعني انا اول حد شفته كان ندى وليد. اوكي بس قعدنا مع بعض شويه، قعدت تقول لي ان عادي الموضوع مش موتر خالص، وان كده كده هاخد على الموضوع بسرعه بس. وبعدين لما لقيت اصلا ان اغلب الفرقه صحابي قبل كده فلا التوتر راح يعني. بس ونهله برضو. انا عايزه اقول لك بقى ان احنا معانا ندى وليد دلوقتي. ندى وليد. اوكي الو 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 اهلا اهلا. ايه ده ايه ده، طب والله كنت تكلمي من بدري يا ندى. لا بتقص الكلام يعني، احنا عايزينك تخليها تتكلم اكتر. الصوت بعيد قوي. ندى ممكن تعلي صوتك شويه؟ سامعيني طيب؟ كده احسن. لا عليا كانت معظمنا او تقريبا كلنا لعبنا معاها في المنتخب قبل كده، فاحنا ما كانش عندنا اي مشكله مع عليا، بالعكس احنا اتبسطنا قوي ان هي جت. ومن اول ما جت واحنا كلنا كنا معاها، اللي هو لا احنا فرقتك اصلا يعتبر ان انت معانا من بقالك 10 سنين عايز يعني، واحده واحده خلاص اتعودت علينا كلنا بالتمارين بكل حاجه، ولا يعني اتبسطنا قوي ان هي جت تساعدك. عليا مش عايزه تقولي لندى حاجه، الضحكه اللي ضحكتيها في الاول لا والله لا هي لوحدي والله كده. عايزه اسالك يا ندى عن جوه الفرقه، يمكن عليا موجوده دلوقتي معاكم في فريق، في لاعبات تانية، ازاي بتقدروا ان انتوا تبقوا كلكم جزء واحد، يبقى مفيش بينكم حته انه حد جديد حد فاهمه قصدي يعني، بتعملوا ده ازاي؟ هو عامة ما عندناش اوبشن دلوقتي ان يبقى في حد جديد، لان احنا كلنا في تشالنج واحده، كلنا عايزين نكسب الدوري، هو مفيش حد جديد وحد قديم.
خلاص بقينا فرقه واحده بنفس الحاجه اللي احنا عايزينها. بس فاحنا كلنا ما حدش اصلا بيفكر ان في حد بقاله كام سنه او حد لسه سنين يعني بيتمرن نفس التمارين، اللي بيلعب بيلعب، اللي بيلعب مش فارق له، هو اهم حاجه اللي احنا نكسب، فعشان كده مش بتفرق معانا قوي يعني. طب احكي لنا عن اول يوم لعليا في التمرين. هي عليا اول اسبوع مش اول يوم كانت مخضوضه جدا، مخضوضه بطريقه مش طبيعيه، اللي هو يا عليا عادي، بس هي تقريبا اول حاجه دي كانت تمشي من ناديها وتيجي نادي ثاني، فالموضوع كان بالنسبه لها طبعا حاجه مخيفه يعني. بس ما بعد اسبوع بقى ما عرفناش نسكتها بقى خلاص. ايوه كل حاجه وبقت خلاص تتكلم 24 ساعه. احكي لنا طيب، عايزين كواليس، عايزين نعرف بتعمل ايه في البريك، عايزين بتهزر ازاي، عايزين شويه حاجات كده عشان في هي حاطه فريم كده انا مش مصدقاه. لا هي تقريبا اللي باينه قدامكم ان هي مكفوفه وقاعده مهديه، بس هي مش كده خالص. ايوه ما تسكتي ما تسكتيش، قولي لنا. عليا من ألف الناس في الفرقة يعني، هي فجأة كده مثلا احنا كنا في التمرين كلنا جد، فجأة هي ترمي كلمة كده اللي هو عليا انت بتقولي ايه وبنقول بالضحك. لا هي رهيبة. يعني انا مبسوطه قوي بالروح اللي بينكم، والحقيقه انه ده مشترك بين كل الرياضات في النادي الاهلي، الروح اللي بتبقى دايما بين اللاعبات. ندى قبل ما تقفلي عايزاكي توجهي كلمه لعليا. عليا يعني انا بجد اتبسطت قوي ان انت جيتي السنه دي، وان شاء الله من اول السنه دي لسنين كتير هنبقى مع بعض ونكسب كل البطولات ان شاء الله مع بعض. ان شاء الله يا اختي، ان شاء الله. ربنا يخليكي. بتقولك ربنا يخليكي. ان شاء الله. شكرا يا ندى، نورتينا. طيب انت اتمرنتي في نادي الشمس واتمرنتي طبعا دلوقتي في نادي الاهلي، عايزاكي تقولي لي ايه الاختلاف اللي ما بين الناديين، وايه الحاجه المختلفه اللي حسيتيها في النادي الاهلي؟ اوكي، لا هو في كذا حاجه. الاهلي اصلا بحس ان هو مختلف عن اي نادي، مش الشمس بس، وكان بيبان قوي في الفرق بتاعته يعني. او حتى لما حد بيمشي من الاهلي بيبان ان ده من الاهلي برضه، طريقه التمرين، فكره ان ممكن التمرينه تبقى خفيفه مثلا، او اللي هو اي كلام النهارده هنمشي اليوم، لا ده ما بتحصلش، مش اوبشن موجود بجد. كل يوم بنبقى مركزين قوي على حاجه معينه ونفس التارجت، وبنفكر بعض دايما، حتى لو فرقه وقعت نفسيا مثلا شويه او عادي، طبيعي كل فرقه بيبقى ليها داي اوف او كده، لا بنقعد مع بعض في ساعتها. نهله بصراحه دايما بتتكلم معانا وكده، فده بصراحه بحس ان هو مش بيحصل كتير في الفرق الثانيه. بس فبحس ان سيستم الاهلي شبه المنتخب شويه. بس ف يعني نقدر نقول الروح، تركيز اللمة والتيم اللي انتوا بتعملوها مع بعض. بتمرني قد ايه؟ تمرني كل يوم؟ تمرنوا كام ساعه؟ اجازتك امتى؟ احنا بنتمرن، كنا بناخد يوم اجازه، كنا بناخد يوم النهارده اجازه الصراحه. اوكي. بس لا يعني احنا بكره عندنا تمرينتين، في العادي بنتمرن 3 ساعات او 3 ساعات ونص. اوكي. بس وبكره ان شاء الله عندنا تمرينتين، فلسه انا ما اعرفش النظام هيبقى عامل ازاي، بس ان شاء الله قدها. بس المفروض يعني ناخد يوم اجازه او يومين اجازه في الاسبوع يعني. معالي عايزاكي تقولي لي اصعب ماتش لعبتي من اول ما بداتي فولي بول لحد دلوقتي، ماتش مش ناسيه صعوبته. اوكي. ماتش كارتاج، كنا بنلعب فاينل افريقيا، وانا كنت لسه متصعده، فما كنتش عامله حسابي خالص ان انا هلعب فيه يعني، بس نزلت فجاه وكده، بس الحمد لله يعني انا فاكره ان انا لعبت كويس. احنا خسرنا 3-2، بس هو كان ماتش صعب قوي، بس كان اكسبيرينس كويس. صعوبته بالنسبه لك انها كانت اول مره مع الفريق الاول؟ كان واول مره نوصل فاينل اصلا، ف لا كان انا فاكراه يعني قوي. اصعب لحظه جوه الماتش ده كانت ايه؟ لحظه ما نزلتي؟ لحظه ما نزلتي صح؟ انا لما تخيلت كده معاكي قلت لو انا مكانها هتبقى اصعب لحظه، اللي هو عاليه. ايوه انا كنت بيقولي تنزلي بالظبط. طيب عايز اعرف منك كابتن حمدي الصافي، اول حاجه قالها لك بعد لما انضميتي للاهلي؟ لا هو قعد يتكلم معانا كلنا، وان ده هيبقى سيزون استثنائي يعني، الموضوع السنه دي هيبقى مختلف شويه عشان كل الفرق دعمت وكده، بس وقال لي ان يعني خلاص اخش في الفرقه على طول، ان انا دوري مهم وكل حد مهم في الفرقه يعني. وبس ان احنا لازم نبقى مركزين في كل ماتش يعني عشان ناخد كل البطولات ان شاء الله. طيب عايزه بقى اسالك على الجمهور، نادي الشمس طبعا نادي كبير وليه برضو جمهوره، لكن جمهور النادي الاهلي مختلف تماما. وبيبقى في الصالات بيهز الصاله من كتر التشجيع. هل ده
بالنسبه لك الاختلاف الجمهور الجماهيريه بتاعت النادي الاهلي، هل ده بيمثل لك ضغط ولا حافز اكتر منه ضغط؟ انا اول مره الالتراس دخل في ماتش، يعني انا كنت مستغربه شويه، بس بعدها احنا بجد الماتش ده كنا ماشيين اللي هو لسه ما كناش احسن حاجه، كان اول ماتش ولسه ما دخلناش في المود قوي، وبجد اول ما الالتراس دخل احنا خلصنا الماتش على طول. فلا بصراحه حافز قوي يعني. بجد هما لما بيخشوا في حاجه بتحصل، في فرق بيحصل، احنا بنلعب احسن بكتير. فلا بالنسبه لي بحس ان هو لا حافز طبعا مش ضغط يعني. تمام. آية الشامي، احنا عارفين ان مركزك تقريبا نفس مركز آية الشامي. أيوه. المنافسه ما بينكم عامله ازاي؟ انا آية دلوقتي من اقرب الناس ليا اصلا في الفرقه. بس انا بجد مبسوطه قوي ان انا بلعب معاها وبستفيد منها، بشوف هي بتعمل ايه برضو في التمرين، هي لما بتشوفني بعمل حاجه بتيجي تقول لي. فلا انا بحبها جدا الصراحه، ويعني انا مبسوطه قوي ان انا بلعب معاها في نفس المركز كمان. مفيش منافسه يعني؟ مفيش كده من تحت اصل احنا كده كده التارجت بتاعنا واحد، فلا واحد يعني المهم بس الفرقه تكسب. مظبوط مظبوط. احنا داخلين دلوقتي بقى نروح على البطولات، احنا داخلين على افريقيا، تحضيراتكم لبطوله افريقيا ايه، وشايفه من وجهه نظرك يعني حظوظنا ممكن تبقى عامله ازاي في افريقيا؟ اوكي، هو احنا بس الاول عندنا هنبدا الدوري خلاص 16/2 فقبل افريقيا يعني، فاحنا تركيزنا اكتر دلوقتي على الماتشات بتاعه الدور الثمانيه عشان الماتشات كلها جامده وكده. وافريقيا ان شاء الله لازم نبقى مركزين، بطوله مش سهله خالص، فرق من تونس والجزائر وكده، بس انا شايفه لا ان احنا ان شاء الله نقدر نكسبها يعني تاني. احنا اصلا كنا على طول بناخدها، هي بس السنه اللي فاتت فرقه كينيا كانت جامده شويه. بس لا السنه دي ان شاء الله انا حاسه ان احنا ان شاء الله نقدر ناخد كل البطولات يعني. حلو قوي. عايزين يعني نخرج سنه بره الرياضه كده ونتكلم عن حياتك انت، يعني حياه عليا بتعمل ايه في وقت فراغها، بتحب ايه، هواياتك ايه؟ بصي، هو انا لسه مخلصه دراسه فلسه بشوف بقى هعمل ايه في يومي، بس انا دايما كنت اللي هو يعني يا بذاكر يا في التمرين بس. بخرج مع صحابي بقى، ممكن بخرج مع الفرقه اللي هم دحيحه بس يعني ما عندكيش حاجه كده؟ انا دحيحه شويه الصراحه. جدعه ده الله. انا بحب الدحيحين لانه انا عمري ما كنت بعرف ادحيح يعني اذاكر يعني. دحيحه شويه الصراحه بس لا عادي، ممكن بقى بخرج مع صحابي عادي. لا اكيد. طب ايه ده، احنا ممكن نتكلم معاها في الموضوع بتاع الحلقه، انا مش عارفه اذا كنت شفتي قبل ما تدخلي كنا بنتكلم عن انه ازاي نخلي الاطفال يذاكروا، فبما انك واحده من الامثله الناجحه في المذاكره لو كنت دحيحه بجد، عايزاكي تقولي ايه اللي خلاكي تحبي المذاكره وتقعدي النهارده على الكنبه دي وتقولي ان انت كنت بتذاكري وكده، مامتك وباباكي وكده عملوا ايه عشان تحبي المذاكره؟ لا بصي، هو مش هعرف، انا مش خبره خالص في الموضوع ده، بس اقول لك حاجه، بس انا بحس بالمسؤوليه قوي يعني، انا بحس لو هعمل حاجه لازم اعملها كويس. على فكره يا هند ملهاش علاقه بالاب والام. يعني انا بقول لك امي كانت بتقولي كفايه مذاكره يعني. انا مامتي كده. صح بجد. يعني انت كنت بتحبي المذاكره من نفسك؟ هي مش فكره حب على قد بس ان انا حاسه بمسؤوليه ان انا ورايا حاجه لازم اخلصها. هو ده عشان ما احسش كمان ان الرياضه مأثره عليا او كده، فلا لازم اعمل كل حاجه صح بقى. يمكن بصي حبك في الرياضه واحساسك ان انت عايزه توصلي فيها ما كانش عايزه حاجه توقفك او يقولوا لك انت اهملتي دراستك بسبب الرياضه، فساعات الرياضه فعلا بتبقى حافز مهم قوي. بصراحه احنا انا عايزاكي تقولي الو، علشان بما ان احنا بنتكلم عن المسؤوليه، احنا المكالمه دي من اكتر الناس اللي عندهم مسؤوليه في الفرقه، فقولي الو انت اعرفي مين. الو الو نهاليه. نهاليه ايوه عرفتي. صح كده. عاملة ايه يا نهلة؟ الحمد لله تمام، كله تمام. منورانا نهلة كابتن الفرقة طبعا. ازيكي يا نهلة، كلميني عن عليا من وقت دخولها النادي الاهلي ووجودها معاكم في الفريق. طبعا يعني هي عليا عارفة طبعا انا بحبها قد ايه، بس انا والله يعني انا بجد هكلمكم عن عليا مش من ناحية يعني حبي ليها والكلام ده، فلا يعني عليا من قبل ما تيجي الاهلي هي يعني كانت معايا في المنتخب برضه، انا كنت يعني انا الحمد لله كابتن فريق المنتخب، يعني هي من اللعيبه الملتزمه مش بتتعبني خالص، ولعيبه مجتهده يعني، لعيبه دايما تحب تحسن من نفسها، ويعني لعيبه طبعا مميزه يعني، هي من الناشئات والشابات بتلعب في المنتخب ومن نادي الشمس طبعا، واحنا يعني عارفين الفتره اللي فاتت السنين اللي فاتت كان دايما المنافس بينا نادي الشمس، فهي يعني من زمان وهي عندها المسؤوليه و
ولعيبه يعني مجتهده يعني. فلما جت حتى معانا الاهلي ما خدتش وقت ان هي تدخل في الاجواء بتاعتنا يعني وقوانيننا والكلام ده. اندمجت على طول. بالظبط. عليا كانت بتقول احنا طبعا زملاء كلنا، فاحنا مع بعض من زمان يعني، زي بقول لك في المنتخب، فهي يعني شخصيه جميله برضه. بصي عليا كانت بتتكلم شويه بقى على حاجه هكلمك فيها، بس انا عايز اعرف امتى زعقت لها مثلا؟ هل في مره اتعصبتي عليها او زعقت لها؟ انا يعني عمري زعقت لها. لا انا يا بنتي عمري عملت كده. لا خالص. طيب انا مش بزعق يعني، انا مش بزعق لحد خالص من الفرقه، وكمان يعني ممكن طبعا الواحد في اوقات ممكن الواحد يتشد او حاجه لمصلحه الفرقه بنتكلم فيها، بس ما اعتقدش ان انا يعني حصل مني حاجه زي دي. مع خالص يعني والله كل هي اعترفت ان ما حصلش. طب هي كانت بتقول ان اوقات لما بيبقى فيه ابس اند داونز وبيحصل للفرقه بتبقى متضايقه، قالت نهله بتبقى معانا، بتعملي ايه في الاوقات الصعبه مع الفرقه؟ مسؤوليه برضو كبيره. يعني هي ممكن طبعا قبل البطولات كمان بالذات بيكون الواحد مهم جدا يعني، الفرقه تتجمع وبنتكلم في المشاكل ايه، ممكن لو في لعيبه مثلا في حاجه مش مريحاها طبعا بحاول يعني اريحها، في مثلا في وجهات نظر مختلفه مثلا ما بين اللعيبه في الملعب الكلام ده، بحاول طبعا اقرب الدنيا دي، وبحيث ان يكون في الفرقه ما فيش اي مشاكل، كل اللعيبه تكون مستريحه نفسيا يعني. انا دايما عندي فكر كده ان هو انا لو اللعيب مستريح نفسيا فهو هيديني اعلى حاجه في الملعب حقيقي، فانا دايما بشتغل على الحته دي يعني مع الفرقه، وهم بصراحه بيساعدوني يعني، حتى لما بنقعد نتكلم يمكن يعني بتكلم معاهم في كل حاجه هم بيساعدوني وبيكونوا متقبلين ويعني بتبقى الدنيا تمام يعني. فانا دايما بحب قبل اي بطوله داخلينها اي فاينل الكلام ده كله لازم بيكون في قعده كده، يكون كل واحد قال اللي جواه ويكون مستريح نفسيا محتاج ايه عشان يطلع احسن حاجه عنده، فبنتكلم في الكلام ده كله والحمد لله يعني. برافو يا نهله، ربنا معاكي ويقويكي طبعا على الفرقه. وهي اصلا عاليه مبتسمه، بصي بابتسامات لما بتسمع صوت صحابها بس بتبتسم، غير كده لا. عاليه جميله، عاليه شخصيه جميله والله، ولعيبه ممتازه يعني. نهله احنا مستنيين بطولات من الفرقه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تاخدوا كل البطولات السنه دي كلها، ولا بطوله تقع. ان شاء الله. نورتينا. ان شاء الله. شكرا ميرسي جدا. ميرسي يا نهله. عليا اخر سؤال عايز اساله لك، طموحاتك ايه للفتره الجايه على المستوى الشخصي وكمان على المستوى الرياضي؟ اوكي. طموحاتي حاليا كلها في اللي علاقه بالنادي يعني. ان شاء الله ان احنا نكسب كل البطولات اللي جايه ان شاء الله، وان انا برضو اتحسن واستفيد من الخبرات اللي معايا في الفرقه. انا مبسوطه قوي ان انا بلعب مع الناس دي يعني، انا كان نفسي العب جنب نهله من زمان قوي، فان شاء الله يعني هستفيد منهم على قد ما اقدر ونكسب كل الماتشات يعني ان شاء الله. باذن الله تبقي معانا كده المره الجايه كده ببطولات كتير، شويه ميداليات كده، شويه ميداليات هنا على الترابيزه. أيوة. ان شاء الله نفردهم هنا كده ونبقى مبسوطين. ان شاء الله. انت نورتينا وانا بتمنى لك كل التوفيق، وانا ببسط بالبنات اللي عندهم حاجه مش عندي، وهو الهدوء والرزانه اللي انت فيه. لا انا مش كده، بس يعني الحمد لله انك قادره على اللي تعملي. انا حتى على الهوا مش عارفه ابقى هاديه. انت نورتينا وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا. خلصت فقرتنا، هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. ورجعنا لكم مره ثانيه ومكملين معاكم حلقتنا، وصلنا معاكم لفقره استشارتنا الطبيه. استشارتنا الطبيه النهارده هتكون عن مرضى السمنه واللي بيعانوا من زياده في الوزن وبيجروا يجربوا طرق كتيره علشان يتخلصوا من الوزن الزايد ده، وللاسف اغلبهم بيفشلوا وبيحسوا بيأس كبير، وبنفضل نسمع مقوله نفسي اخس بس مش عارف، وصعب اخس وعندي وزن زايد وكتير جدا. فاحنا هنتكلم النهارده عن الاسباب والخطوات اللي مش صح وبتتعمل اثناء الرجيم، وازاي نقدر نتجنب الاسباب دي والمريض ينجح في التخلص من الوزن الزايد. ومعانا ونورنا الدكتوره دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا اميره. مشكله الخساسان. أيوة. نتكلم فيها كتير مع بعض، وان الناس بيبقى عندها مشاكل كتيره في انها تخس. ايه الخطوات اللي انا واحده دلوقتي عايزه اخس بعملها تخليني ما اخسش؟ بعمل حاجات غلط ومفروض ان انا فاهمه ان هي صح؟ لا، حاجات كتيره جدا. اولا ان انا اصحى من النوم ما افطرش.
دي 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 لا لازم الفطار هو اللي بي بي بيعمل لي التمثيل الغذائي اليوم كله، هو اللي بيظبط لي الميتابوليزم والحرق اليوم كله. بس هي الفكره الفطار يبقى ايه؟ يعني ما اقولش فطار وبعدين الاقي كورن فليكس بالعسل، ما الاقي فول وطعميه، فول وطعميه وبيض مقلي وكراسون ومربى واقول ان انا فطرت. لازم الفطار يبقى برضو فطار صحي. السلطه مثلا، السلطه طبعا كلها الياف وفيتامينز وحلو قوي. يقول لك انا عايش على السلطه وما بخسش. الدريسنج اللي بتحط على السلطه ايه؟ يعني ناس بتحط بقى نص كيلو زيت زيتون. زيت الزيتون طبعا دهون صحيه جدا وحلو جدا، لكن زيت الزيتون ما خلصوش واقول ان انا عامله دايت، لانه كل سعرات حراريه. ممكن اقول السناكس اللي بين الوجبات، كيس شيبسي ده فين فين الدايت؟ في كيس شيبسي ده فيه شوفي كم سعر حراري. الاكل قبل النوم غلط، عدم شرب الميه يتخن. فيتامين د لو واقع يتخن، لازم فيتامين د يبقى على الاقل نسبته 20. كل الحاجات دي مش صح خالص. والناس فاكره ان هي بقى اصحى من النوم ما افطرش يبقى انا هخس، لا، الفطار مهم. الفطار الصحي هو اللي بيظبط لي عمليه التمثيل الغذائي اليوم كله. مظبوط. ايه الطرق الصح؟ احنا دلوقتي قلنا الحاجات الغلط، ايه الطرق الصح اللي اعملها علشان انجح الدايت بتاعي؟ الطرق الصح، اولا في ناس بتعمل دايت، بعض الناس بيعملوا دايت بيحرموا نفسهم من الاكل تماما عشان ينزلوا مره واحده. انا مش مع النزول مره واحده، ومش مع ان انا احرم نفسي من الاكل، لا، انا اكل كل حاجه بس اقنن كميه الاكلات وازود في اكلي البروتين والالياف وقلل النشويات. طيب انا هتكلم على الناس اللي ما بتقدرش تتحكم في شهيتها، واعتقد اكتر من 70% مننا بيبقى صعب ان انا اقدر اتحكم في الشهيه بتاعتي. اعمل ايه؟ استخدم منتجات او مكملات غذائيه تقدر تحجم لي وتقنني الشهيه بتاعتي. زي ايه؟ زي كورس بيستا. كورس بيستا طبعا هو من انتاج شركه بايو ناتشرالز، كورس امن ومرخص من وزاره الصحه المصريه، والفيتامين الفا مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء. وبقول ليه فيتامين؟ لان اي حد بيخس وهيقلل اكله لازم يعوض نقص الفيتامينات بمالتي فيتامين. طبعا انا شايفه الكورس على الشاشه. اول منتج عندي هو بيستا، هو اللي مسؤول عن انقاص الوزن. طيب اشمعنى بيستا؟ انا بقول الافضل في انقاص الوزن عشان عباره عن الياف. الالياف لما بتيجي باخد بيستا يا كيس يا اتنين يا ماكسيمم ثلاثه في اليوم، قبل الوجبات الرئيسيه بنص ساعه على كوبايه ميه، مش بق بقى، لا، كوبايه كبيره، واقعد ادوب كويس قوي عشان الالياف اللي داخل بيستا من رده الشوفان، من قشور السيليوم، من رده القمح، بتمتص الميه دي. فلما باجي اشرب بيستا بالميه بتعمل زي بتنفش في المعده وبتعمل حجم مولكل كده. فلما باجي اكل ما الاقيش نفسي باكل كل الكميات دي. ومهم كمان في موضوع الاكل، ما اكلش بسرعه بسرعه بسرعه. ناس انا من الناس كنت بسرعه بسرعه بسرعه، لو انا جعانه لازم اكل بسرعه. مهم ان انا اكل بالراحه، لان هرمون الشبع الليبتين بيتفرز بعد ثلث ساعه من الاكل. يعني ممكن اقعد بعد ثلث ساعه لنفسي هموت فطسان، يعني اكلت كتير قوي، اكلت زياده عن اللزوم. فلما باكل بالراحه ده صحي اكتر. فهوصل لنقطه الشبع من غير ما اكل كتير. بالظبط بالظبط. فانا باخد بيستا قبل الاكل بنص ساعه، بدوبه على كوبايه ميه، هو طعمه عصير تفاح، مش حاسه ان انا باخد حاجه مره خالص. حلو. ولما هاجي بقى اكل هلاقي نفسي باكل ربع الكميه اللي باكلها. وبتكلم بخاطب الناس اللي بتحب تاكل بالليل. ناس كتير متعتها قدام التلفزيون بالليل اقعد انقنق بقى في اي حاجه. لا، بدل ما انقنق اخد بيستا، حتى النقنقه بتاعتي نقننها. لان خطر جدا ان انا اكل وانام. ناس كتير ما تعرفش تنام غير وهي ماليه معدتها. احلى حاجه النقنقه، صح؟ ايوه. فبرضه بيستا نقدر ناخده بالليل عشان ما اكلش كتير. ده اول منتج عندي، عباره عن الياف، عباره عن فيتامين سي. فيتامين سي احنا عارفين ان فيتامين سي مناعه عاليه، اعاده امتصاص او زياده امتصاص الحديد، واعاده بناء الكولاجين. اوكي. بنلاقي الكوزماتكس كتير مبنيه على الكولاجين، لان الكولاجين
من اهم بروتينات جسم الانسان ومن اهم البروتينات لصحه ونضاره بشرتي. انا عايزه اخس ما احسش ان وشي تعبان، اكيد عايزه اخس ما احسش ان وشي دبلان ما فيهوش نضاره. الكولاجين لما بعيد بنائه بتلاقي نضاره في بشرتي. فاوريدي بيستا وحتى الب مالتي فيتا اللي اتكلم عنه داخله فيتامين سي، وفي دراسات اثبتت فعاليه بيستا لحرق الدهون كمان. فطبعا يبقى اول منتج عندي في الكورس بيستا وداخله كمان كروميوم. تاني منتج عندي مهم قوي امشي عليه وقت الدايت هو اي ال بي مالتي فيت، طبعا زي ده اللي هو موجود على الشاشه بالظبط. الب مالتي فيت من اقوى المالتي فيتامينز اللي موجوده، لانه فيه 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن المسؤول عن الطاقة، مسؤول عن المناعة، مسؤول عن جمال البشرة، مسؤول عن صحة الشعر وصحة الضوافر ودعم عظمنا لأنه داخله كالسيوم. وكمان داخل الكورس في الجرين كوفي، القهوة الخضراء اللي مسؤولة عن زيادة الحرق، وبيطلع كمان مع الكورس هدية فيتامين دال. فيتامين دال مهم قوي 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 للحياة عامة، واكثر من احنا كستات معظمنا يعني ممكن اقول 90% مننا عندنا نقص في فيتامين د، لان فيتامين د مصادره مش كتير في الاكل وبينتج عن طريق الشمس، واحنا في الشتاء ما بنقعدش في الشمس فاوريدي بيبقى عندنا نقص في فيتامين د. ففيتامين د مسؤول عن المناعه، وبتلاقي بنات كتير كمان لو عندها مشكلة في المود سوينجز يعني شوية بيبقى عندها نقص فيتامين دال كتير ما يعرفوش، فلازم برضو نعمل مونيتور لفيتامين دال، ده مهم جدا. ماشي يا دكتور. أي حد دلوقتي بيسمعنا وبنتكلم عن كورس وبيستا وكده هيقولك طيب ده أول سؤال هيتسأل، هيخسسني كام كيلو في الشهر؟ لا هو هيخسس كويس قوي، وبطمن كل الناس ان السادة العملاء عندنا من الستات والرجالة خسوا. انا ما اقدرش اقولك ممكن اقولك مينيمم 6-7 كيلو في الشهر، ده اقل حاجة، لكن كل واحد بيخس. في ناس خست فوق ال 15 كيلو في الشهر، في ناس خست 8 كيلو، في ناس خست 6-7 كيلو في الشهر، لان الراجل غير الست مثلا، الراجل بيحرق اسرع. في ناس بتاخد الكورس وبتتمرن معاه او بتلعب رياضه خفيفه يخسوا اسرع من يعني لكل واحد ليه لايف ستايل معين. يمكن احنا في صور اهي قبل وبعد، طبعا قبل وبعد. وعايزه اقول لك في شباب كتير للاسف دلوقتي بيعاني من السمنه، وهنا برضو قبل وبعد. هي ما كانتش تخينه قوي في الصوره، بس مهم قوي ان انا هنا كمان قبل وبعد. طبعا هنا باينة اكتر، ناس تانية صح؟ طبعا. وعايزة اقول ان شركة بايوناتشرالز هنا طبعا الصورة دي باين واضح قوي فيها البيفور والافتر يعني. شركة بايوناتشرالز هي الوكيل الحصري، احنا ما عندناش اي منفذ بيع خالص غير الارقام اللي ظاهرة على الشاشة. يعني اي حد عايز يجيب الكورس يتواصل على الارقام الموجودة على الشاشة، يتواصل على الارقام او يتواصل على صفحة الفيسبوك اسمها بايوبيستا. وشركة بايوناتشرالز موفرة فريق طبي كامل لمتابعة الحالة كل اسبوع. وبطمن السادة العملاء أو أصحاب الأمراض المزمنة أنه مناسب جدا لمريض السكر ومريض القلب ومريض الضغط ومريض الكوليسترول. احنا لسه هنكمل كلام، لكن عندنا بس خبر سريع. كابتن محمود الخطيب اجتمع مع اللاعبين، عمل جلسة مع اللاعبين وقال لهم أنا ثقتي فيكم كبيرة، ولكن والجمهور يستحق منكم الأفضل. ده يمكن من دقايق يعني، فبإذن الله إن شاء الله اللعيبة تطلع على، وإن شاء الله أنا واثقة في ده، على نفس قدر ثقتنا فيهم وثقة كابتن محمود الخطيب وثقة كل جماهير النادي الأهلي بإذن الله. نرجع نكمل كلامنا عن بيستا والفيتامينز. ناس كثير ممكن تقولك أنا هل ده فات بيرنر، هل ده بيحرق الدهون؟ احنا عايزين نقول لهم انه الفرق بين الفات بيرنر وبين انه هياخد حاجه هتملى معدتي. بيستا عباره عن الياف، فهي الالياف هي اللي بتملى المعده، هو ده اللي هيحسسنا بالشبع. عندنا المنتج اللي بيساعد على حرق الدهون زي القهوه الخضراء، بس بياخد منه قرص واحد عشان ما يعليش الهارت ريت بتاعه، ما يعليش معدل ضربات القلب، هي بتبقى قرص واحد بس في اليوم،
وبيبقى حلو وبيبقى يعني صحي ومفيد جدا كمان. يعني هي القهوة أصلا من الحاجات المفيدة وبتساعد جدا في الحرق. بنسمع عن الشاي الأخضر كمان. بنسمع عن الشاي الأخضر والقهوة الخضراء. بالظبط. لكن الزيادة يعني مثلا الشاي الأخضر حلو قوي إن أنا آخد 1 كاب أو 2 كابس فقط. أكتر من كده يعني في ناس يقول لك الشاي الأخضر بيحرق دهون فآخد 5 أشرب 5 وبعد كل وجبة يشرب شاي. لا ده مش صحي. غلط. لا لأنه ممكن يعلي له الهارت ريت بتاعه أو نبضات القلب. فهو كفاية 1 أو 2 كابس زي القهوة العادية على فكرة. يعني القهوة العادية سلاح ذو حدين مفيدة جدا وأنتي أوكسيدنت وي لكن لو شربنا 5-6 فنجان واحد في فنجان واحد مك يعني لو أنا كيفت قهوة قوي فنجانين لكن أكتر من كده بدخل في حاجة اسمها كافيين توكسيستي احنا مش عايزين نخش في الحتة دي. حلو قوي. في حالة من اللي استخدموا الكورس خلينا نروح نشوفها ونرجع تاني. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي اي عاطف رجب عمري 26 سنة كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركة كنت مش بقدر امشي رجلي كان الوزن تقيل عليها ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس اللبس كان صعب جدا ما كنتش بعرف البس في سني خالص كنت حاسة ان انا بلبس لبس ماما يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعة ثلاث وجبات في اليوم قبلها كنت بشرب الكوباية لا طعمه ما كانش فيه اي مشكلة خالص بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ يعني ما كانش عندي اي حرمان من الاكل كنت باكل عادي كل حاجة بس هو اصلا كان بيسد الشهية كنت باكل اي حاجة بس قليل يعني وجبات قليلة. مبسوطة جدا الحركة بتاعتي بقت خفيفة بقيت قادرة ان انا امشي براحتي بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. يعني فرق فظيع طبعاً. يعني تحسي فعلا دي ام دي صح واحده تانية صح حلوه النتائج دي برضو هتشجع برضو اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ان هم يشوفوا فعلا قد ايه ان المنتج بيسد الشهيه ودي اهم حاجه في التخسيس. عندنا شويه اسئله كده في السوشيال ميديا عايزين نسالك عليها. عندنا نور محمود بتقول انا كنت بعاني من مقاومه الانسولين وكنت زايده قوي في الوزن وجربت كل الطرق علشان تخس بس مفيش فايده. هل الكورس ده مناسب ليها؟ مناسب ليها جدا لان الكورس مناسب ليها والناس اللي عندها مقاومه انسولين والناس اللي دخلت اصلا في سكر مناسب ليها جدا. تقدر تتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. هتلاقي فريق طبي بيتابع معاها كل اسبوع هي خست كام كيلو من اول اسبوع بضمن لها انها تخس كويس قوي وانس انها خست من اول اسبوع هتلاقي نفسيتها احسن طبعاً. بكتير اكيد. تاني كيس هو او سؤال منير يوسف بيقول انا طول عمري مهتم بلياقتي البدنيه بس للاسف جالي السكر فجاه ومن وقتها بطلت العب رياضه او اي حاجه وده زود وزني قوي وعايز حاجه تنزل وزني بس تكون امنه علشان عنده سكر. كورس بيستا من انتاج شركه بايوناتشرالز اقدر اقول انه امن جدا. بيستا مرخص من وزاره الصحه المصريه ورقم الترخيص كمان بيطلع على الشاشه وعندي كمان الب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء هيبقى امن معاه جدا. وما دام عنده سكر وتخن مهم قوي مع روشته الدكتور الخسسان. اي حد مريض سكر نوع تاني مع روشته الدكتور من اهم علاجات السكر انه يخس. يعني هو ده هيبقى برضو بالتنسيق مع الدكتور يعني طبعًا. الناس تبقى مطمنه ان شاء الله. عندنا حاله تانية نرمين فؤاد انا بعاني من الوزن الزايد بعد الولاده وده طبيعي ده يعني طبيعي. حاولت انزل وزني كتير بس المشكله ان سرعه الحرق عندي قليله فهل في حاجه في الكورس ده تفيدني او تناسبني؟ بيستا هيفيدها جدا. هي بدام بعد الولاده امن جدا لان مفيش ست حامل بتاخد منتجات تخسيس هي الحامل عشان الرضاعه عشان كمان. لا هو امن كمان للرضاعه بقول على البنت السيده الحامل ما بتاخدش حاجات تخس فيها لكن هي بعد ما بتولد وطبعا تخنت لو هي تخنت جدا مهم ليها المالتي فيتامين مهم ليها الفيتامينز مهم ليها بيستا جدا والقهوه الخضراء هتساعدها جدا في حرق الدهون فاوريدي كورس بيستا هيبقى مناسب وامن ليها جدا يعني. حلو حلو قوي. مريم عماد بتقول ان هي بتعاني من سمنه مفرطه بقى لها سنتين لحد ما جالها الغضروف ومش بتقدر ان هي تتحرك. الدكتور قال لها لازم تخس متوسط 4 كيلو في الشهر على الاقل. تقول لك تنصحيها بايه؟ ده 4 كيلو في الشهر هيبقى سهل قوي يعني احنا ايوه الارقام اللي بتقوليها بصراحه هيبقى سهل قوي انها تستخدم كورس بيستا هتلاقي اكتر من 4 كيلو كمان في الشهر وهتتبسط جدا من النتيجه واكيد اكيد التخن
بيعمل مشاكل في الغضروف وبيعمل مشاكل في العظم. فبنصحها من ساعه ما شافتنا تتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. هتلاقي فريق طبي متواصل معاها بيحسب لها البادي ماس اندكس. مهم قوي ان انا احسب البادي ماس اندكس، اعرف انا من 25 ل 30 بعد النتيجه، ولا من 30 ل 35، ولا فوق البادي ماس اندكس بتاعي فوق ال 40. لازم اعرف قد ايه. الفريق الطبي اللي بيقدر يعمل الحسابات دي ويقدر يتابع الحاله بنفسه. يا ريت تكلمي عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، هتلاقي نتيجه مبهره مع كورس بيستا. الوكيل الحصري لهذا الكورس هو شركه باي ناتشرالز. اكيد بالظبط كده. طب يا دكتور عايزين نتكلم معاكي، يعني نرجع شويه لورا. ساعات المريض نفسه ما بيبقاش باين عليه ان هو في مرحله من السمنه، بيبقى شكله عادي. ازاي الناس تعرف انها محتاجه تخس؟ يعني يمكن حضرتك دلوقتي قلتي بتحسب حاجه اسمها البادي ماس اندكس. البادي ماس اندكس الوزن بتاعي على مربع الطول بالمتر. يعني سي مثلا وزني 70، اوكي طولي 165، فانت بتقسمي 70 على ال 165 في 165 بيطلع رقم. بتقسمي الوزن بتاعك على الرقم ده. الرقم ده لو اقل من 19 انا في نحافه، لازم اتخن. النورمال رينج عندي من 20 ل 25، انا كده في النورمال. من 25 ل 30 انا اوفر ويت بسيط، لكن مش خطر، يعني مقلبزه بقى شويه. مقلبز شويه لكن مش التخن. يعني من 30 ل 35 انا دخلت في تخن، دخلت في سمنه. من 35 لل 40 لفوق ال 40 انا في سمنه مفرطه، لا مجال، لازم اخس. فاي حد مش عارف هو رفيع او هي رفيعه ولا تخينه ولا محتاجه تخس، تحسب معانا الكالكوليشن اللي انا قلتها وهتعرف هي من 25 ل 30 نورمال، من 30 ل 35 اوفر ويت بسيط، من 35 ل 40 اوفر ويت، من 40 بقى فيما فوق انا في سمنه مفرطه. عايزين ننصح الناس بده يا هند، ده بنعمله في لما بنتمرن، بنعمل ده نشوف العضل قد ايه، الفاتس قد ايه. ده بجهاز ساعات بيبقى الواحد شكله رفيع بس عنده دهون زياده في جسمه. ده في ناس كتير رفيعين وبييجوا يعملوا تحليل دهون ثلاثيه وكوليسترول بيحصل فعلا. بالظبط. اخيرا دكتور، الكويس احنا اتكلمنا عن كويس في حاجات كتيره جدا تساعد الناس ان هي تخس. عايزه اعرف من حضرتك الكويس ده بيكفي مده قد ايه، لانه انت عارفه انه الجزء المادي عند الناس كلها بالذات في السبلمنتس بيخافوا شويه، يقول لك ده هيبقى غالي، ده انا هجيب كتير، ده مش عارفه مش عايزه اعود جسمي عليه عشان ماديا ممكن اصرف فلوس كتير. عايزاكي تشرحي لنا برده بوينت. الكورس بيكفي شهر. السعر رائع، السعر متناول الجميع بلا استثناء الحقيقه. اللي عايز يعرف ثمن الكورس كمان يقدر يتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، هيلاقي السعر اقتصادي ومناسب لكل الناس. وطبعا شركه باي ناتشرال كمان موفره مناديب في كل محافظات مصر. احنا عندنا عملاء من الصعيد، عندنا عملاء في المنوفيه، كفر الشيخ، الغردقه، شرم الشيخ، كل ومصر بكل مدنها بنوصل لحد باب البيت. والسعر كويس جدا، مناسب لكل الناس فعلا بلا استثناء. هايل، انت نورتينا كالعاده، ويا رب كلنا نخس وكلنا صحتنا تبقى كويسه. يا رب ان شاء الله. بنشكرك جدا يا دكتور، كانت منورانا دكتوره دينا ابو السعود. ان شاء الله تبقى معانا في حلقات ثانيه. خلصت حلقتنا، استنونا في حلقات ثانيه كتير من الحريق. باي.